انا قلت لكم اقصى عشان كده نتكلم حر. طيب نقول يا جماعه انواع الانجينا عشان العملي، عملي ونظري. بص معايا خلاص يا بنات، اول نوع من انجينا يا جماعه اسمه انجينا اوف ايفورت. كان ده عمر له يعني دكتور انجينا اوف ايفورت بيسموها بالعربي يا جماعه انجينا المجهود. في ناس بيسموها اسم تاني ستيبل انجينا، انجينا المستقر. في ناس يسموها انجينا اوف اكزيرشن او اكزيرشن انجينا، كل ده بمعنى واحد. المهم انجينا اوف ايفورت او اسمها ستيبل انجينا. في نوع تاني معلش هجيب رقم ده الاول اسمه فاريانت انجينا. فاريانت انجينا او اسمها تاني بازو اسباستيك انجينا. ماشي. في نوع تالت اللي هو في النص عندك اسمه انستيبل انجينا. انستيبل انجينا واسمه التاني يا بيه مرعب، اسمه التاني بري انفاركشن. بري انفاركشن يعني ما قبل ايه؟ يعني النوع دوت قبل غلطه. لو احنا ما سمعناش الكلام في النوع ده المريض داخل في غلطه لا قدر الله. او اسمه كريشيندو انجينا، كريشيندو ده تفهم يعني دلوقتي. يلا واحده واحده. اول نوع اسمه انجينا اوف ايفورت، دي يا جماعه انجينا بتحصل فقط مع المجهود. طول ما الراجل قاعد مستقر مش حاسس بحاجه. يجي يعمل مجهود والمجهود ده على فكره الايفورت سواء منتال او فيزيكال، افهم الكلام. الايفورت ده او الاكزيرشن ده سواء مجهود بدني او ذهني، يعني اتعصب شويه ده مجهود. عمل مجهود بدني ان هو مشي كتير راح مشوار كبير يحصل برضه ايه؟ انجينا. يبقى دي انجينا بتحصل وقت المجهود بس. ده ابسط انواع الانجينا ولذلك بيسموها ستيبل وحاله مستقره. ليه الراجل قاعد في بيته؟ يقول لك طول ما انت يا حاج ملتزم ان انت مريح دماغك هتلاقي مفيش الم. لكن طول ما تعمل مجهود سواء بدني او ذهني يبدا يحصل الم في الايه؟ اسمه انجينا بين. الراجل ده يا جماعه سببه الاساسي حاجه اسمها ان الكاردياك ورك زاد، صح؟ العالي كده. واحد عمل مجهود يبقى اللي حصل؟ سواء اتعصب سواء عمل مجهود يبقى الكاردياك ورك بتاعه زاد، يعني التاكي كارديا. مطلوب مني تريتد باي كلمه واحده. عالج الراجل ده اللي هو الانجينا اوف ايفورت ده ازاي؟ قلل الكاردياك ورك. ادي الكلمه سهله، قلل الكاردياك ورك بتاع المريض. هنفهم بعد شويه ازاي الكاردياك ورك تاني. يبقى اذا اول نوع اسمه انجينا اوف ايفورت ده بيحصل فقط مع المجهود. والسؤال بالعربي المجهود بيعمل ايه؟ بيزود الكاردياك ورك، يزود ضربات القلب، يخلي القلب يبذل مجهود اكتر وبالتالي يحتاج اكسجين اكتر فيحصل الم. يبقى حله سهل، قلل الكاردياك ورك. طبعا الكاردياك ورك بيقل بالبق كده ازاي؟ اقول له يا حاج ريح دماغك، ريح اعصابك. طيب النوع الثالث ده صم، مكتوب عندك رقم ثلاثه، اسمه فاريانت انجينا او اسمه الثاني فازوسباستيك انجينا واسمه الثالث برينزيميتال. كل ده معنى واحد. فازوسباستيك يعني ايه؟ ده انجينا بتحصل فجاه نتيجه حاجه اسمها كوروناري فازو كونستريكشن. بص يا ابني النوع ده بيبقى متعب شويه، ليه؟ المريض يجي فجاه تلاقي الكوروناري قفل يقوم حاصل الم، على ما يروح للدكتور يكون الكوروناري فتح تاني، فلما يروح الدكتور يقول له يا بيه انت كويس اهو، يعمل راس ابي نورمال، يقول له والله يا دكتور كان في من شويه الم شديد جدا بنفس الم بتاع الانجينا. الدكتور اخر متعب بيعمل ايه؟ يعمل له حاجه اسمها رسم قلب بالمجهود، او يعمل له حاجه اسمها المهم يعملوا رسم قلب مجهود او رسم قلب على مدار 24 ساعه، بيسموه رسم قلب محمول يعني امبولاتوري اي سي جي. ماشي. المهم السؤال محترم، انا يهمني في الفارما تريت. دلوقتي واحد عنده فازو كونستريكشن في الكورونري، علاجه ايه يا جماعه؟ تريتد باي كورونري. ها مية مية. يبقى هنا الراجل ده محتاج كلمه واحده، كورونري فازو دايلاتيشن. خلي بالك من الكلام، الشخص الاولاني مهما تعمل له فاز دايلاتيشن مش هو الحل. ادام هو عنده مجهود وعنده عصبيه في كارديو ورك حله الوحيد قلل الورك. الشخص الثاني ده بتاع الفازوس بس مهما تقلله كارديو ورك مش هو الحل. الحل بتاعه ايه؟ فازو. شوف كل واحد عنده مشكله بيعملها له. فالشخص الاولاني ده يا جماعه انجينا اوف ايفورت، انجينا مجهود، ده محتاج ايه؟ قلل الورك شويه. طبعا هقول له قلل مجهود كويس، بس انا محتاج اريح القلب شويه. اما الشخص الثاني بتاع الفازوس بس ده اللي هو رقم ده عندك محتاج كلمه واحده، كورونري فازو ديش. اما الشخص والله يا عبد الله صدق وانا والله يا مش عبد الله. لا 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 هو سطر واحد يا جدعان، حد يتكلم
خلاص يا جماعه معايا، انا شبك، انا عايز ان انا اكلت على ايديكم ان شاء الله. على ايد عبد الله بس. لا عبد الله سهل على فكره، سندوتش اديله بصايه في انجينا اسمها ايه؟ ميوس انجينا. النوع ده اسوأ نوع يا جماعه، النوع ده على فكره بيطلقوا عليه لو مكتوب عندك يا ريت مش مكتوبه خلاص، اسمها اكيوت كوروناري سندروم. توه ايوه اكيوت كوروناري سندروم ده بيجي لما تلاقيها في المستشفى يقول لك الحاله دي تبقى اصعب حاله. حتى اسمها الثاني بري انفاركشن انجاين او انستيبل انجاين او كريشندو انجاين. بص يا ابني بقى، الراجل بتاع الاستيبل انجاين لو كان سمع الكلام الاول وراح دماغه وخد دواء ما كانش داخل في المرحله الوحشه دي انستيبل. هذا الراجل يا جماعه لازم يدخل مستشفى على طول. اولا ايه بيحصل طبعا الكلام بتاع الباثولوجي اقول فيه كلمه صغيره لكن تفاصيله في الباثولوجي ان شاء الله. يقول لك ايه اللي بيحصل؟ انتوا عارفين الكورونري اللي بيغذي المايوكارديوم؟ في حاجه اسمها اثيروسكلوروز عارفينها؟ اللي هو الثرم الشرايين. لما يجي الاثيروسكلوروز ده يا جماعه يتجمع عليه شويه دم ويعملوا ثرومبوس ثرومبوزس كده. الجلطه دي لو كان اسمع بقى، لو الارتري ده كمان قفل تماما بيسموها جلطه في القلب، بيسموها مايوكارديال انفاركشن. لكن لو الثرومبوس دي ما قفلتش كاملا، قفلت جزئيا يعني عملت بارشر بلوك يعني سابت شويه دم يعيد، بيسموها انستيبل انجين. وزي بيسموه عندك نان اوكلوسيف. شفتها نان اوكلوسيف يعني ايه؟ مش قافله كامله، نان اوكلوسيف ثرومبا او ثرومبوتيك في الاثيروسكلوز بتاع الارض. الشريان في الولول بتاعه فيه تصلب شرايين او اثيروسكلوز متجمع شويه كالسيوم على شويه فات على شويه حاجات كتيره زي الكربوهيدرات، كل ده مجمع عليه شويه ثرومبس. ثرومبس لو قفل تماما يبقى دي اسمها يا جماعه جلطه في القلب، العضله الجزء من العضله ده هيموت، بيسموها مايوكارديال انفاركشن. طب لو اتقفل بارشلي بيسموها نان اوكلوسيف، دي بيسموها ساعتها انستيبل انجاينا. الخوف ليه يا جماعه؟ الحاله دي اسوء حاله في النوعين دول. ليه بقى؟ لان انستيبل انجاينا لو انا سبت المريض ما عبرتوش ممكن الثرومبس دي تقوم متمدده لحد ما تقفله لك تماما، يبقى ساعتها ما بقاش اسمها انستيبل بقى اسمها ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. النهارده عايز افهمك المعلومه دي. ايه الفرق بين طبعا الكلام ده بصوش ماليش دعوه، ما الفرق بين انستيبل انجاين ومايوكارديال انفاركشن؟ الاوكلوجن بتاع الارتري بتاع الكورونري يا ترى كومبليت ولا بارشل؟ كومبليت قول له يبقى ايه مايوكارديال انفاركشن، بارشل يبقى انستيبل انجاين. السؤال ليه بيسموها كريشندو؟ كلمه كريشندو يا جماعه باللاتيني معناها انكريز. الراجل ده عنده حاجات بتزيد في القلب، عنده ايه؟ كان زمان متعود يجي له نوبه الانجينا كل شهر مره، كل اسبوع مره، بتقعد خمس دقايق وبتروح بسرعه. دلوقتي لا، كريشندو يعني عنده نوبه اسوء من الاول. يقول لك يا بيه زاد الديوريشن بتاع النوبه. الديوريشن يعني ايه يا جماعه؟ بدل ما كانت بتقعد خمس دقايق بقت تقعد ساعه. زاد حاجه اسمها الفريكوانسي، فريكوانسي يعني ايه؟ بدل ما كان زمان بتيجي مره كل شهر بقت تيجي كل يوم، كل ثلاث ايام. وحاجه لو عايز تبقى سيفيرتي كمان، حده الالم بقت اسوء من الاول. فبيطلق عليها كريشن عادي. كريشن معناها انكريزنج الاتاك بتاع المريض، الانجينا بقت اسوء من الاول، زادت اسوء من الاول. على فكره قلنا سببها يا جماعه كورونري، كورونري اوكلوجن بيبقى نون اوكلوسيف ثرومبس مقفله جزء من الكورونري ارت. السؤال محترم، الراجل ده هيعالجه ازاي؟ اللي يهمني في الفرن علاج. هذا الراجل بياخد واحد زي الدين يا جماعه، يعني واحد زي الدين. اقلله الكارديو اعمل له كورونري فاز ودايلاتيشن. طبعا ده كله مش في البيت بقى، الحاله غير مستقره بقى فين؟ هوسبيتاليزيشن. يبقى ده بيتحجز في مستشفى الاول. ويفضل على فكره الدكتور عايز يقول لك يفضل في عنايه مركزه اي سي يو او عنايه قلب اسمها سي سي يو. كاردياك كيريولي. المهم بيخش عنايه مركزه. بديله دواء يقلل الكارديا كور، اديله دواء يعمل كورونري فاز دايلاتيشن، وريت نديله ان شاء الله لسه في بلاد قدامي حاجه اسمها انتي بليتد، حاجه تمنع بليتد ايه؟ اريشن. اذا يا دكتور انا على السبوره كده قلت لك اهدافي في علاج انجاينا، وانت مش واخد بالك في كل نوع قلت هدف هنجمعهم يطلع انجاينا الاهداف بتاعتنا. يبقى اذا كم نوع في الانجاينا يا جماعه رد عليا؟ ثلاثه. اول نوع اسمه ايه؟ ستيبل. او اسمه الثاني انجاينا اوف ايفل. ده بيحصل امتى؟ مع الاف وده بيحصل نتيجه الكارديا كورك اللي بيعلى. حل الموضوع ايه؟ قلل الكارديا كورك. تقول لي طب ازاي؟ صبرك. النوع الثاني اسمه فازوس باستيك او فاريانت. ده بيحصل نتيجه كوروناري كوروناري فازوس باس او كوروناري فازو كونستريكشن. ده حل الوحيد الوحيد كوروناري فازو كونستريكشن. ولذلك البيتا بلوكر هنا ملهاش لازمه. افتكر الكلمه دي طبعا دي كانت موجوده في جدول البيتا بلوكر قلت لك اول حاجه قابلتني ان شاء الله هناخد البيتا بلوكر مش حصاني بقى الحصه اللي بعد الجايه اقول فيها كلمتين بس في اخر الانجاين. بس عايزك تكتب هنا من دلوقتي البيتا بلوكر كونترا انديكيتد ان فازو اسباستيك انجاين. ليه يا دكتور بقى؟ يا ابني احنا اتفقنا وقلنا ان يا جماعه البيتا بلوكر حتى لو بتقفل بيتا 1 بس
ما حدش تجرأ يقول لك ان بتعمل كورونا ريفاز دايلاتيشن خوفا من اسم بيتا بلوكر ده. ولذلك البيتا بلوكر بصراحه ميكانيزمها ان شاء الله لما نشوفه او قلناه قبل كده بقى الكارديكول. امال البيتا بلوكر هنا ملهاش لازمه. لو اديت بيتا بلوكر في فازوس باستيك انجينا ما تفهمش ليه. انا عايز كورونري فازو دايلاتيشن. شوف لي ده بيوسع الكورونري ارتري، ده العلاج بتاعه. يبقى اول واحد قال الكارديكول، الثاني عامل كورونري فازو دايلاتيشن. طب النوع اللي هو الاستيبل بقى، اعمل الاثنين مع بعض، اعمل تنكريز الكارديكول واعمل كورونري فازو دايلاتيشن. وده كله في مستشفى على فكره. ماشي. طيب دلوقتي انا عرفت انجينا، الناس فهمت انجينا يعني ولا لا؟ قلنا انجينا بيكتب يعني شيست ايه؟ بي يوتو امبالانس بين مين ومين يا جماعه؟ عدم توازن بين مين ومين؟ اوكسجين سبلاي واوكسجين ايه؟ جدع. دخلنا في انواع على طول، قلنا انواع الثلاثه بالترتيب. اول نوع ستيبل او اسمه انجينا اوف ايفورت، ده بيحصل مع المجهود عشان الكارديو كورك بيزيد، حله قلل الكارديو كورك. النوع الثاني ده سبيشال تايب. سبيشال تايب ليه؟ لانه نوع صعب ما بيكتشفش بسهوله. قال لك اسمه فاريانت او فازوس باستيك انجينا، بيحصل نتيجه كلمه واحده كورونري فازوس باس. على فكره ساعات بيفك قبل ما المريض يوصل للدكتور، يقول لك يبقى اذا انا هتابع المريض ده باستمرار. قال لك ده حد الوحيد كورونري فاز دايلاتيشن، والبيتا بلوكر ملهاش لازمه في هذا المريض. اما النوع الثالث يا جماعه اسمه انستيبل، ده النوع الصعب. النوع ده لازم مستشفى. انستيبل اسمه كريشندو، اسمه بري انفكشن. ليه بري انفكشن؟ ما خليك واقعي. النوع بيحصل نتيجه ثرومبس نانو كلوسيف. يعني ايه ثرومبس نانو كلوسيف؟ ثرومبس قافله جزئيا الكورونري. ما دام كان الثرومبس قافله بارشلي ممكن اهو تكون الثرومبس دي مكمله وقافله كومبليتلي. لو قفلت كومبليتلي يا سيدي ساعتها مش هيحصل، او ساعتها هيخش المريض في حاجه اسمها جلطه دلفيه، بيسموها كده بري انفكشن. دي النوع اللي قبل الجلطه على طول. ده يا ابني محتاج كل حاجه، محتاج كورونري فاز دايلاتيشن، محتاج نكريز الكارديكول، وده كله هسبيتاليزيشن في مستشفى. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول دراج في الانجينا واهم دراج. احنا عندنا اول دراج يا جماعه النيتريت. النيتريت الجروب بتاعه. طبعا انت عرفت اهدافك على الصبايا ولا لا؟ ايه اهدافك في علاج اي مريض انجينا؟ عايز اسمع هدفين كبار. واحد قلل الكارديكول عشان قلل الاكسجين يا جماعه؟ ديماند. قلل الاكسجين ديماند. وده انا حاجه ازود اكسجين ايه سبلاي عن طريق كورونري فاز دايلاتيشن. السؤال بقى مين الدراج اللي يقدر يعمل كده؟ تخيل اول دراج ده المعجزه بيعمل كل حاجه انت عايزها. النيتريت اي مريض اسمه انجينا لازم يعدي على النيتريت. معايا يا شباب بقى. بص معايا واحده واحده. النيتريت ده من ادويه الفارما العلامه، يعني في الامتحان لما تحب تقول لي كارديو فاسكولار سيستم الامتحان على فكره لما تبص امتحانات الفاينل وتبص كده على الاوتونوميك يعني عشان تبقى فاهم في الصوره تلاقي علامات الفارما كلها هي في الامتحان. يعني تلاقي الادويه المشهوره هي اللي في الامتحان. ما بيجيلكش في الامتحان بس ايه؟ بس جاوب انت بقى. يعني تلاقي مثلا اقول اهو امتحان الفاينل بيبقى اكتر دواء منتشر فيه في الاوتونوميك كله ايه؟ بيتا بلوكر. بيتا بلوكر اكتر سؤال في الامتحان، وساعات بيجي في الامتحان واحد سؤالين في البيتا بلوكر. وتلاقي ايه تاني يا بيه؟ تخيل ايه تاني؟ اورجانو فوسفرس، عارفين اورجانو فوسفرس؟ اكتر سؤال، ثم الاتروبين. هتلاقي كل معظم الاسئله الموجوده هتلاقي معظمها عندك جداول، فذاكر انت بس. لما اتكلم عن كارديو اول مجموعه مهمه في الامتحان نايتريت. بص معايا، انا ابتديت امشي واحده واحده والناس تركز معايا بقى. انت النهارده مش تكتب ركز في الفهم. ومن عاوز نرسم حاجه ارسمها. النايتريت ده يا بيه اولا الكونيتيك بتاعته، الكونيتيك هنا مهمه جدا، ليه بقى؟ لان النايتريت ده كان في حاجه في الفارما في الجنرال مميزه. اول حاجه الابسوربشن الديستريبيوشن عايزين نقولها، نقولها مش الكتاب مالهاش مش هقولها، انا ماشي زي الكتاب بالظبط. ايه؟ اول حاجه الابسوربشن بيمتص مين؟ هقول رد. بكل ميكوز. ايه بكل ميكوز دي؟ ايوه كده اكتب عليها صح، اكتب كده جدع. بكل يعني تحت اللسان، يبقى اكتب عليها سابلينجوال. يبقى ده منه سابلينجوال. الله، هو بدا بالسابلينجوال ليه؟ صبرا. بيمتص يا جماعه من السكين. ايه ده من السكين للايه؟ للستريكس ابليشن. اكتب عليها اس كي ايه؟ يسموها ايه؟ ديرمال باتش او باتش. اكتب عليها باتش، باتش على لزق. في من النيتريت باتش يا جماعه لزقه نيتريت. بيمتص من جي اي تي. قال لك ده في الاخر خالص ليه يا دكتور؟ اقل طريق بيمتص منه الدواء. اضعف طريق في النيتريت الابزوربشن من جي اي تي. تقول لي ليه بقى؟ خش على الميتابوليزم على طول. طبعا الديستربيوشن مش مهم اكتبها، المهم التراك ده باصل بي بي بي. تقول لي ازاي؟ جاي بعد شويه. الميتابوليزم بتاعه الدواء ده اشهر دواء في الفارما، بيحصل له مصطلح اسمه اكستنسيف ايه؟ فيرست، فاكر ولا لا؟ فيرست باس ميتابوليزم في الليفر. الدواء ده يا جماعه مكتوب جنبه بين قوسين ايه؟ 90% من الجرعه بتاع الدواء بتتكسر في الليفر قبل ما يوصل للسيستميك ايه؟ سيركوليشن. ماشي؟ يا سرعتي؟ ماشي يا عبد الله، اتاخر ليه؟
تعال عشان ليه تعال اقعد بسرعه بقى جنبي ما تبقاش بعيد تعال هو كرسي وين فيرس تباص من ابو ليز جدعان خلوا حصه تمشي يا جدعان سنتش فيرس تعلم عليها صبر فيرس تباص من ابو ليز علشان كده لو بصيت فوق تلاقي اول طريق سبلينجوال تاني طريق ترانسديرمال باتش فكرني كده في الجنرال في الجنرال يا جماعه ليه الدواء بيحبوا سبلينجوال وترانسديرمال باتش ها توفيت حاجه اسمها فيرست تباص كده بليز على فكره لو توبين كوسين كام في الميه يا نهار ابيض يعني 90% من جرعه النيتريت بنفقدها وعلى فكره ده اتدرج كتابنا احنا في كتاب لي من كود قال 97% يعني 90% ده مش احنا بنتكلم مش بنيجي على الدواء ده احنا مجاملينه والله في ناس قالوا 97% من الدواء بيحصل له فيرست تباص كده بليز ولذلك احسن طريق للنيتريت سبلينجوال وباتش تيجر دي لك تو افويد فيرست تباص كده بليز اكسكريشن بتاعه يا جماعه بيحصل له كونجوجيشن ينزل عليه جلوكونايد في اليورين عادي كونجوج ميتابوليزم كونجوجيشن في الليفر ينزل في اليورين طبيعي ماشي ده النيتريت كاينيتيك عرفنا منها كلمه صم الكاينيتيك يا جماعه الموجوده في المنهج مهمه بنقول في كاينيتيك مش موجوده اصلا في المنهج كتاب ملهاش ما قولهاش يعني في جدول هتلاقي ما فيهاش كاينيتيك اقل فعلا طيب نخش على الميكانيزم لا الميكانيزم مهما تقراه دياجرام صغير يخلصه لك وعلى فكره انت عندك جزء منه في الجنرال النيتريت على فكره كدواء ملوش لازمه في الفارما بيسموه في الفارما زمان برو دراج يعني برو دراج يا جماعه برو دراج دي قلناها مره زمان في الجنرال برو دراج يعني ان اكت برو دراج يعني ايه لازم يدخل الجسم يحصل له ايه اكتيفيشن فركز معايا النيتريت يا ابني في دياجرام صغير كده لو سمحت نرسم الميكانيزم بتاعه كامل والرسمة اهم من نفس الكلام بس طريقة دياجرام صغير النيتريت لما يدخل الجسم الكلمة دي هتطلع منها بلوك دي النيتريت لما يدخل الجسم عن طريق انزيم اسم تحفظه اسمه جلوتاسيون ترانسفيريز اسمها يا جماعة يا اسمها انت عندك عن طريق انزيم اسمه جلوتاسيون ترانسفريز قال لك ده انزيم يحتوي على اس اتش جروب اس اتش جروب دي مهمه جدا في الاكتيفيشن بتاع النيتريت يبقى النيتريت وجود انزيم اسمه جلوتاسيون ترانسفريز بيطلع ماده اسمها ان او حد يعبرني ان او دي اللي هي مين نيتريك اوكسايد فاكرينه حلو نيتريك اوكسايد ده متكون ده نوع من انواع الريسبتورز ده الريسبتور بتاعنا بقى ده يا بيبي بيحفز انزيم اسمه جوانايل سايكليز فاكرينه جوانايل سايكليز ده دكتور بيحاول حاجه اسمها جي تي بي الى حاجه اسمها سايكليك جي ام بي ركز معايا تاني عشان اكمل انا النيتريت كدواء كماده كده ليس لها قيمه بتدخل الجسم لازم تتكون ماده اسمها انه اللي هو نيتريك اوكسايد في وجود انزيم اسمه جلوتاسيون ترانسفريز او اس اتش جروب اس اتش جروب اسمها سلفر الجروب ده يا جماعه هو المهم عشان الاكتيفيشن بتاع النيتريت يطلع ان او ان او ده لما يطلع بيعمل ايه بقى قال لك ان او ده بيحفز انزيم اسمه جوانايل سايكليز بيحول جي تي بي لسايكليك جي بي على فكره السايكليك جي بي ده هو السكندري ماسنجر بتاعنا عشان في الامتحان دايما في الام سي كيو يحبوه سكندري ماسنجر بتاع مين فاكر اي الفا وبيتا الفا كان اي بي 3 وبيتا كان سايكليك ام بي النيتريت النهارده سكندري ماسنجر جديد اسمه سايكليك جي ام بي اوعى تنساه طبعا سايكليك بنزين مونوفوسيل بكده في امتحان سايكليك جي ام بي عدى عادي يعمل ايه ده يا دكتور بقى؟ يعمل حاجتين يا سيدي قال لك السايكليك جي ام بي ده يعمل حاجه اسمها دي فوسفوريليشن طبعا احنا انا يهمني الكلمه انا مش بتاع فيسيولوجي وكلام من ده انا عايز الكلمه اللي فورم دي فوسفوريليشن اوف مايوسين يحصل يا سيدي يعني طبعا يا جماعه لما احنا نمنع اكتيفيشن اوف مايوسين زي ما انت عارف في الموسموس مصر يمنع ارتباط المايوسين بالاكتين يعني يعمل ريلاكسيشن في الاسموس مصر خلي بالك من الكلمه دي صم تاني دلوقتي السايكليك جي بي ده لما يتكون سايكليك جي بي لما يتكون بيعمل دي فوسفوريليشن بالعربي كده يمنع اكتيفيشن اوف مايوسين وبالتالي يمنع اللي هو سلايدنج على بتاعت على الاكتين سيبك ماليش دعوه بالكلام ده كله يحصل ايه يعني يا دكتور؟ ريلاكسيشن في السموث مصر يعني في البلاد فيزل يحصل فازو يا جماعه فازو دايلاتيش ادي الميكانيزم او الاكشن الاولاني الاكشن الثاني يا جماعه ان شاء الله لما ناخد بلاد هتعرف ان السايكل جي بي ده لما بيتكون بيمنع بليتليت اجريجيشن
سؤال كويس. هو لما يمنع بليتلت اجريجيشن حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حلوه ليه يا جماعه؟ ما انت لسه قايل لي يا دكتور ان انا خايف من المريض عشان ما يحصلوش ترومبس. وذلك ده ميكانيزم يعتبر محترم بس مش قوي قوي. ده الميكانيزم الاساسي بس يكتب في الامتحان. يبقى سؤال بيجي في الامتحان، على فكره في الامتحان يا جماعه الضحك مش مطلوب. مضى احنا دلوقتي نظام الامتحان النهارده ونظام امتحان الفاينل. مضى عهد الضحك، الامتحان بيبقى عايز كلمتين عارفهم تقولهم، مش عارفهم ما تقولش حاجه. قال لك عايز ميكانيزم بس، ما ينفعش تقول له قول لي يا دكتور. يا ابني ما فيش وقت، مش ما عشان كده الناس ما تلحقش. المثال اللي فات المشكله كانت ايه؟ ما حدش يلحق يكتب حاجه. يقول لك ايه؟ لو بص على الامتحان تقول له يا ابني لا تلحق ونص. انت عايز تكتب كل حاجه ليه؟ بتستخسر. ما انا فاهم، ما انت بتستخسر في السؤال، انت بتضيع سؤال كامل. الامتحان طلب ميكانيزم، هو ده الميكانيزم. يتكتب في دقيقه. هتقول لي طب ممكن اقول اكشن كده يعني؟ يا ابني السؤال ده ضربتين. تقول اكشن هيديك 3 ضرب 3 ضرب 2 يعني؟ ايه التزم النهارده في الامتحان كده، التزم المطلوب ما تجاوبش. اسمع تاني، لا ان شاء الله تفتكر كل حاجه في الامتحان. يبقى يا جماعه النيتريت بيشتغل ازاي؟ الناس معايا، النيتريت كدواء ملوش لازمه على فكره، وخلي بالك من دي. الدواء ده في عدم وجود الانزيم ده ملوش قيمه. الانزيم ده من اللي بيعمل له ايه؟ اللي بيطلع منه الماده اللي اسمها انه نيتريك اوكسيد. ده هو اللي بيشتغل بعد كده بقى، يعمل ايه في البلاد بيزل بقى؟ او في السموث مصر يحفز جونال سايكليز يحول جي تي بي لمين؟ سايكل جي بي. هذا السايكل جي بي بيعمل دي فوسفوريليشن للمايوسين، يمنع الاكتيفيشن بتاع المايوسين، يعني يعمل ريلاكسيشن في السموث مصر، يعني بلاد فيزل فازو ايه؟ دايلاتيشن، ويمنع بليتلت اجريجيشن. ده الميكانيزم. تعالوا نخش على الاكشن. الاكشن بتاع النيتريت كبير يا دكتور. عندك بص هو هيتكلم الاول على الكارديو فاسكولار سيستم. خليك معايا في الوقت عادي. الكارديو فاسكولار سيستم يا سيدي النيتريت بيشتغل ازاي؟ هو بدا بالبلاد فيزل ثم هارت ثم بلاد بريشر. اهم اكشن النيتريت على البلاد فيزل، بص يا سيدي 7 اكشن، ربنا يزيدوا بقى. لا بقى كلهم كلام خفيف. 7 اكشن في البلاد فيزل. سؤال صغير، هو انت متوقع بلاد فيزل الا كلمه واحده بس؟ بازو ايه؟ يعني هما كلمه، امال ايه؟ بيقسمها لك بقى فين 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 فين. على فكره سؤال مهم جدا في العنوان ده اهو. النيتريت مينلي بيوسع الفين اكتر من الارتري. صام الحته دي، صام. اي دكتور قلب لازم يبقى فاهم كده. دكتور قلب نقول له يا بيه النيتريت يقول لك فاز دايريت، بس مينلي فينو. انتوا عندك فوق دي الفين اكتر من الارتري، تفرق معاك؟ ايوه. بص يا سيدي السبع اكشن هيتقسموا ازاي؟ 3 الاول دول اكتب عليهم حلوين، هم في الصفحه دي، 3 حلوين. حلوين عايز تكتبهم بالعربي جود، بالانجليزي جود عايز. وفي واحد كده احنا مش فاهمين له حلو ولا وحش، عديه. واحد شبكه، هتلاقيه لونه احمر حد. ثم 3 وحشين. عايز تكتبهم بالانجليزي بامان. على فكره اللي هيفهم الحلو بيعمل ايه والوحش يبقى خلاص كده ايه الاكشن والابلكيشن بتاعنا جيد ومعاه ثلاث سيرتيفيكت بلاش. تاني 7 اكشن في البلاد فيزل عشان تحفظ حفظ اعمى كده. لا يا بيبي ده متقسمين 3 حلوين في صالح القلب و3 وحشين يقول لك ايه ده الكلام ده في الموضوع؟ يعني ايه ده جايبه يقول لك ماليش دعوه؟ الدواء لما بيجي بيعمل كل اكشن. واحد والله مخليه شبكه كده، بص 3 و3 ماشي. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول 3 اكشن حلوين. اولا الدرج ده فينو ولا ارتيريو؟ فينو. يبقى نبدا بفينو دايركت. بص يا ابني انا قلتها المره اللي فاتت عشان تنجزنا النهارده، عندنا شغل كتير النهارده. ويبقى فينو دايركت عشان ده بدات بيها ليه؟ لان ده المين اكشن. ثم الثانيه ارتيريو دايلاتيشن. بص يا حبيبي اقولها تاني عشان الناس اللي ما كانتش مركزه. انا مش عايز في الفسيولوجيا الا المعنى. بالتفصيل لا، انا عايز كلمه واحده. انا دلوقتي لما قلنا الحصه اللي فاتت في اخر الحصه كده الورك بتاع القلب صح؟ قلنا الكاردياك ورك بينقسم على جزئين، بريلود وافتر ايه؟ فكرني كده. بريلود ده بالبلد يعني المجهود اثناء ايه؟ استقبال الدم اللي هو الفينوس ريتيرز. يا جماعه القلب بيبذل مجهود اثناء استقبال الفوليوم اوف بلاد، بيسموه الفينوس ريتيرز، وفي الفيسيولوجي بيسموه اند دايستوليك فوليوم. يعني بالعربي يعني ايه؟ اثناء الدايستول الكميه الدم اللي جت قد ايه؟ طبعا ده مجهود ليه؟ ما لما استقبل الدم ده بعد شويه هضخه. فلما يكون الدم الحمل جاي كتير يبقى اكيد الضخ بعد كده هياخد ايه؟ مجهود كتير. وذلك البريلود مرتبط بالفي، ما هو البريل اللي جاي للقلب مين؟ الفي. وقلنا والناس ما ركزتش. يا بيه
انا دلوقتي عايز اخفف الحمل على قلبي شويه. اقول لي لفين يا بيه؟ جيب الدم واحده واحده. واحد يقول لي طب ما انت ما تجيب الدم واحده واحده كده. لا يا بيه مش هستفيد. يا بيه هو الفين جايب الدم عشان يفيد القلب ولا عشان القلب يوزعه للنج ويستفيد؟ الفين ده جاي ياخد مصلحته. انت فاهم ان الفين ده جاي يغذي القلب يعني؟ ده اسمه فين يا راجل. يعني جايب دم مش كويس. وبالتالي اقول له انت بص انت جاي ليه؟ يقول لك انا جاي علشان تاخد الدم الوحش ده توديه للنج يتاكسد وترجعه لي تاني. تقول له ماشي، يعني انت جاي تاخد مصلحته بالراحه. واحده واحده. عارف لو الفين ده كان جاب دم كويس اقول له تعالى انا عايزين. وبالتالي يا جماعه الفين ما بعمله بقى فين ودايلاتيشن. الناس تقول لي طب ما المفروض انت عايز الدم يجي واحده واحده ضيق الفين. بنقول قاعده السباكه حتى بعيد عن الطب. في السباكه يا بيه ليه بيخلوا مصوت الميه ضيقه؟ لانها طالعه عكس اتجاه الجاذبيه. فنفس الكلام الفين اهو جايب الدم منين؟ القلب. هو يا بيه معظم الفين جايب الدم من تحت مستوى القلب، يعني من تحت عكس اتجاه الجاذبيه، من اللور ليمبس كفايه قوي، من الفيزر. وبالتالي الفين بيجيب الدم عكس اتجاه الجاذبيه. عشان الفين يجيب الدم كويس لازم يبقى له تون، صح؟ انا دلوقتي لما اعمل فينو دايركشن بعالي جدا يبقى فقدت التون بتاع الفين. يحصل ايه يا جماعه؟ ردوا عليا. في الفينوس ريتيرن هيقل. مكتوب عندك كل حاجه. ولما يقل فينوس ريتيرن يقل حاجه اسمها اند دايستوليك فوليوم. اند دايستوليك فوليوم. انت عايز توصل لفين؟ يقل حاجه مهمه جدا اسمها يا دكتور بريلود. يبقى بص يا ابني عشان ما تنساش طول عمرك، البريلود هو عباره عن فوليوم او بلاد، كميه الدم اللي جايه للقلب. انا لما اعمل فينو دايلاتيشن وسع الفين الدم مش هيطلع بقوه. يقول لك واحده واحده يا سيدي، عايز تيجي تنضف عندي ماشي، بس واحده واحده. يبقى فينو دايلاتيشن البريلود تقول لي 100 100. ادي الجزء الاولاني. الجزء الثاني ارتيريو دايلاتيشن. لما وسع الشرايين ايه الميزه؟ عشان عموما الميزه ان الاورطه مثلا لما يفتح هيحصل ايه؟ الدم يخرج بسهوله، صح؟ يبقى يقلل حاجه اسمها يا شباب ريزيستنس، اللي هي بيسموها توتال بريفر ريزيستنس، مع انها اسمها ريزيستنس وخلاص، اسمها بريفر ريزيستنس. وبالتالي يا جماعه لما يقل بريفر ريزيستنس القامه يقل حاجه اسمها ايه؟ افطلو. عايزك بقى انت تستفيد من هنا سؤال صغير. بما انك قللت البريود وافطلو، عايز تقف جنبيهم كده، استفدت ايه؟ مش قلت لكش حلو؟ ها؟ قللت الكارت اللي عليها ايه؟ وورك. وهذا هو المطلوب اثباته. انا قلت لك لما تعالج مريض قلل الكاردياك ورك لو سمحت. سؤال تاني، استفدت ايه لما قللت الكاردياك ورك؟ ها؟ قللت كلمه مهمه، قللت مين؟ قللت اوكسجين ديماند. الله يكرم مصلوب. يبقى اذا يا جماعه اول اثنين اكشن تبع النيتريت حلوي هم بيعمل ايه بقى؟ بيعمل الارتيريو دايلاتيشن. لا ده فينو الاول، فينو الاول. تعالى تبدا بالكبير، لان احنا ان شاء الله عندنا دواء بعد الحصه الجايه هيبقى ارتيريو اكتر من فينو، فتفرق معاك. يبقى فينو دايلاتيشن بيقلل بريلود. في الامتحان عايزين كلمه واحده، فينو قلل بريلود. وايه عشان ما تنساش ارتيريو يقلل ايه؟ افطر. ايه اللي عايز احفظها، اللي ما بيحبش الفسيولوجي مش عايز يفهمها احفظها. الفينو يقلل بري والارتيريو يقلل افطر. ايه مع ايه؟ اذا المحصله ايه؟ الكارديا كورب يقلل اوكسجين ديماند. وهذا المطلوب اثباته. طيب كل دكتور ليه بقى؟ دلوقتي القلب هيضخ الدم فين؟ في الارتر. لو الارتر ده مفتوح اذا القلب مش هيحتاج مجهود في ضخ الدم، صح؟ لما يكون الارتر يا جماعه مفتوح كده يبقى الدم هيضخ بسهوله بدون مجهود زياده. فكده قال لنا حاجه اسمها افتر لود على القلب. الثالثه صم، الثالثه صم، الثالثه حلوه برضه. قلنا في اكشن رقم ثلاثه كويس. اسمع يا ترى النيتريت ده ما ينفعناش في الكورونري شخصيا؟ قال لك ينفع. ينفع لانه بيعمل كورونري فازو دايلاتيشن. بس في معلومه بقى حلوه صغيره، هو بيعمل كورونري فازو دايلاتيشن للبيج كورونرز، للبيج ارتريز. فيعمل ايه بقى؟ بص، في ادويه في الفازو دايليتور بيسموها حراميه، وفي ادويه بيسموها ايه؟ بتوع الفقراء والمساكين. يعني يا دكتور الدواء ده بيوسع الارتري فيسحب الدم من المناطق الغنيه يعطيها للمناطق الفقيره. عكس دواء تاني هنشوفه ان شاء الله، ده اسمه نيتريت اهو، ده اسمه نيتريت. ده نيتريت بحرف الايه؟ في ان شاء الله دواء هيقابلنا معفن، معفن اسمه نيفيديبين. نيفيديبين المعفن ده جاي في نفس الموضوع، بيعمل ايه بقى؟ بيسحب الدم من الفقراء يديهم للاغنياء. هو قال لك ايه؟ انت مش عايز توزع دم؟ اوزع. في واحد محترم ابن ناس اسمه نيتريت. نيتريت بيعمل ايه؟ نيتريت ده كويس، بيسحب الدم يا بيه من الناس اللي معاهم فلوس، يقوم واخد منهم كده ويديهم ايه؟ للفقراء. اللي هم ايه يعني؟ مش فاهم.
كلمه شفت كلمه ريديستريبيوشن دي ولا لا؟ ريديستريبيوشن يعني ايه؟ نوعيه توزيع الدم تو مين؟ ها؟ تو سكيميك ايريا. يعني بالعربي كده يا دكتور الدواء ده جامد بيجيب الدم من الافيه دي لفقرا. يعني المنطقه اللي فيها سكيميا فين؟ اهي هات لي الدم دي منطقه غريبه. ده نتيجه كوروناري فاوز دايلاتيشن لانه بيوسع الكوروناري اللي هي البيج بيج كوروناري وبالتالي بيتعاد توزيع الدم تاني الى المناطق السكين. اذا ده جو اكشن جود. طبعا يا جماعه سؤال صغير، لما انا اعمل كوروناري فاوز دايلاتيشن بستفيد انا ايه؟ ازود ايه للقلب؟ رد ازود اوكسجين سبلاي. يبقى بص يا ابني لما الدواء المعجزه ده نايتريت يعمل كل اللي انت عايزه في كلمه واحده، يعني فاوز دايلاتيشن وسع الفين قال بريلود، وسع الارتريز قال الافتر لود، يبقى المحصله للكارديو كورك قال الاوكسجين ديماند، وفي نفس الوقت يوسع الكوروناري البيت كوروناري النورمال كوروناري، وبالتالي يزود الدم يا جماعه المناطق اللي فيها سكيمي، وبالتالي يا جماعه يبقى يزود اوكسجين سبلاي. يبقى اذا انت راجل محترم عمل اللي انا عايزه كله في كلمه واحده. ولذلك النيتريت ده بيستنوق اني انجاين، اسمع كده انجاين اللي فاتت انجاينا اوف ايفورت ولا بازوسباستيك انجاينا ولا انستيبل انجاينا؟ التلاته يا بني. الاولاني كان عايز كارديو كور جيم عندنا، التاني كان عايز كورونا فازر جيش معايا، والتالت عايز الاثنين. يبقى اذا ده بتاع كل النيتريت الدراج في كل انواع الانجاينا اللي هنشوف دلوقتي. يبقى هو تلات اكشن حلوين خلصوا. سيبك من اكشن الشبكه ده دلوقتي، خش على الوحشين وخلي بالك هم وحشين للمريض لكن الدكتور صعب بينبسط. يقول لك احسن احسن، انت فرحان مريض ولا ايه؟ يقول لك لا انا بفهم حاجه. بص يا ابني بيقول لك ان الدواء برضه بيعمل فازو دايلاتيشن للاتي اسمائهم مننجيال ارتري. اللي مننجيال ده بتاع مين؟ بتاع المننجيز بتاع المخ، وحاجه اسمها يا جماعه ريتينال، ايه ده ريتينال بتاع الريتينا، وكيوتينيوس بتاع بلاد السكن. تقول يا دكتور ايه الكلام الغريب ده؟ انت عايز بلاد فيزل بتاع القلب؟ قال لك ما هو ده اكشن تبع الاستراكشن. خلي بالك بقى الدواء عمل اللي انت عايزه، تقول له كاتاكير، يقول لك سيبني اعمل انا عايزه كمان. الثلاثه باد اكشن. اسمع دي، لما يوسع المننجل يا جماعه يحصل فاز دايلاتيشن. قال لك طبعا هيحصل مصيبه اسمها هيدك، وخلي بالك من الكلام لو المريض ما اشتكاش من صداع شك في الامر، لازم المريض يشتكي من هيدك. يقول لك حتى لو عندك هيدك از ا جود ساين، علامه كويس. تقول لي علامه كويسه ليه؟ المريض عم يقول اي وانت فرحان. ايوه اقول له ده قال اي يبقى ان شاء الله هيخف. والدكتور الذكي يعمل ايه بقى يا جماعه؟ الدكتور اللي بيفهم بقى دايما بتاع القلب ده لازم يكون مخه كبير شويه، يعني اكبر من اي دكتور تاني. ليه بقى؟ ما ينفعش يستنى اما المريض يتصل يقول يا دكتور انا عندي صداع جامد، ها اعمل ايه؟ اخد مسكن؟ تاخد مسكن ايه؟ لو اخدت مسكن مش هعمل حاجه. ليه؟ ما هو دلوقتي الميكانيزم بتاع الهيدك مش موضوع بقى بين ميديتور وكلام من ده، فاز دايلاتيشن. هتديله انت دواء من فاز كونستريكشن هنهزر؟ لا، انت تقوم لاحق المريض قبل ايه؟ تقول له بص يا حاج هقول لك بس على اللي هيحصل عشان ما تقلقنيش. انت ان شاء الله هتاخد نيتريت النهارده، هتحس بصداع. قول له كده بس ان شاء الله بعد قليل هتستريح، قلبك يستريح. يقول لك استحمل الصداع بس قلبي يرتاح. وبالتالي قول له انت دكتور كل مره هاخد نيتريت هيحصل كده؟ لا، انت اول مرات بس هتلاقي في صداع، بعد كده تلاقي حصل توليرنس. توليرنس يعني ايه؟ تعود. ولذلك هي دي الكلمه بقى ان المريض بعد شويه تلاقيه فقد السايد افكت. قول له ده فقدت السايد افكت هتفقد الاكشن. ولذلك الهيديك ده مكتوب عندك جود ساين. ايه؟ لما المريض يشتكي من الهيديك يا جماعه دايما كده الدكتور يا جماعه يسمع المريض هيديك يقول له بس احنا كده كويسين جدا، الدواء ده 100 100، الدواء ده مظبوط مش مغشوش. يبقى الهيديك ده صداع بس علامه مميزه. صحيح هو هل دي موت المريض؟ لا، صداع وحش رخي ولكنه بيختفي بعد نص ساعه، وعايز يعني اخر تقول ايه؟ ريأشورنس، يعني صارت بسبب المريض يقول له يا حاج عادي وانا متفق معاك على كده. رقم اثنين ريتينال باظ دايلاتيشن، يزود حاجة اسمها اي او بي. لا هنا ما تضحكش على نفسك. الصداع نستحمله، لكن اي او بي لما يزيد في واحد عنده جلوكوما ينفع يا جماعة ردوا عليا؟ هو صراحة اكشن ريل. اكشن ريل ما بيحصلش دي، بس نحترم برضه. إذا يا بيه أي مريض هيجي لك عنده أنجينا اسأله عندك جلوكوما؟ أه يا دكتور ممنوع النيتريت. ليه؟ الجلوكوما طبعًا الأي او بي لو عالي ممكن يحصل بلايندنس. أقول لك ده ما عندهوش، ده وحش. وحش. اسمع التالت. كوتينيوس باظ دايلاتيشن. لما السكن يا جماعه البلاد فيزل بتاعته تفتح يحصل شعور جميل كده اسمه ايه؟ فلاش. عارفين فلاش؟ شعور بالصهد كده بالصهد بيحصل في الفيس والشيست. بيحصل يا جماعه حاسس يقول لك يا بيه انا حاسس فيه صهد كده. اقول له عادي ده سايد افكت معتبر ومفيش مشكله، خد الدش. ماشي؟ ده كده شكل المريض. على فكره ثلاثه حلوين ثلاثه وحشين، سهلين؟ سؤال صغير، هو الهيتك ده سايد افكت ولا مش سايد افكت؟ سايد افكت.
ولكن حبيته لي. قول لي انا فهمت منه ان دراج عمل اكشن. الشباب الورق يا شباب فهمت يا جماعه خليكم معايا بس انا فهمت منه ان دراج عمل اكشن. ايه بقى اللي في النص ده؟ الاول عايز اسمع ثلاثه وثلاثه. ثلاثه حلوين وثلاثه وحشين. ايه ثلاثه حلوين بتوع النايتريت؟ فينو الاول جدع. فينو قديش قال في حاجه اسمها بري جدعان ارتيريو دايلاتيشن. قال حاجه اسمها المحصله من واحد واثنين يا جماعه. قال الكارديان كور والاكسجين ديماند. الاكشن رقم ده كويس كوروناري فاز دايلاتيشن يزود البلاد سبلاي للسكيمي كيمي او ريديستريبيوشن تو سكيمي فيزود الاكسجين سبلاي. يبقى انا بتعمل الاثنين عايزه. الاكشن وحش يا جماعه منينجيال فاز دايلاتيشن يبقى هيدي ريتينال يزود اي بي. في السكن يعمل حاجه اسمها فلاشين شعور بالايه بالسخونه. طيب بالنسبه بقى للاكشن ده بيعمل بالمونري بالمونري فازو دايلاتيشن. تقول لي طب ده ايه بقى؟ قال لك ده ينفع في بعض الحالات الناس اللي عندهم حاجه اسمها بالمونري كونجيشن احتقان في البالمونري. طبعا ضغط البالمونري بيبقى عالي شويه. بالمونري فين يبقى الضغط عالي شويه. لما نعمل بالمونري فين فازو دايلاتيشن يقلل بالمونري بريشر. يعني اكتب عليها كمان يعني البالمونري كونجيشن. تقول لي طب سؤال بقى صغير بقى علاقه ده باللي بقوله علاقه البالمونري بريشر او كونجيشن باللي بقوله هو ملوش علاقه مباشر. بص بس معايا لما قال الاحتقان يا جماعه بتاع البالمونري بيسموها قال البالمونري كونجيشن ده ينفعنا في مريض اللي هنشوفه ان شاء الله بس مش النهارده بتاع الهارت فيلير. احنا عارفين مريض الهارت فيلير في بعض الاحيان بيشتكي من حاجه اسمها بالمونري كونجيشن صح؟ تقول لي طب انت بتديك الكلام لبعضه ليه؟ يقول لك معلش هي كلمه خارج الانجينا بس له علاقه بالهارت فيلر. يبقى ان هو بيقلل بالمونري كونجيشن. اكتب كده ان هارت فيلر وخلاص. تعرف ان ده خارج الموضوع. يبقى اذا يا جماعه وانت بتذاكر اهم اكشن للنيتريت اللي هو خلص ده. اهم اكشن للنيتريت على البلاد فيزل هو كلمه واحده فازو ردو عشان سكندري ماسنجر اسمه سايكليك جي بي بيتكون. يا جماعه هو مين لي فينو ولا ارتيريو؟ فينو. يبقى مين اللي بيقلل بريلود ولا افتر لود؟ بريلود. ده المين ميكانيزم بتاعه. قلنا ثلاثه حلوين ده وحشين واللي في النص ده جاي ليه؟ يا ليه قال لك انا بتاع هارت فيلر؟ معلش ممكن الدواء بتاعك ينفع في هارت فيلر قلنا نستفيد منه. فالاكشن ده اللي في النص ده اللي هو الاحمر ده قال لك ده في هارت فيلر ملوش علاقه بالانجينا صراحه. طيب ده كده اكشن على بلاد فيزل اهم اكشن. طيب هل في اكشن على الهارت؟ اه ركز معايا علشان الترابيزه هتقلب دلوقتي. النهارده عندنا شويه حاجات كده في الحياه العامه مهمه جدا. دلوقتي يا بيه لو اتكلمنا على الهارت انت شفت اللود على القلب عامل ايه ولا لا؟ انت هتبقى عامل ايه في اللود يا جماعه القلب؟ عامل ايه في القلب؟ قال البريلود وقال ليه؟ من خلال اكشن على بلاد فيزل صح؟ هو ما عملش اكشن اسمع ما عملش اكشن مباشر على الهارت. هل هو قلل ضربات القلب؟ ليه؟ قلل الكاردياك كونتراكشن؟ ليه؟ ملوش علاقه. هو فقط اشتغل على بلاد فيزل ولذلك اول اكشن على الهارت في اكشن حلو هم بص هم اتنين اكشن عندك صح؟ يبقى اكتب واحد حلو وواحد وحش. برضه هنقسم اي حد يقابلنا حلو انت حلو ولا وحش النهارده. اول اكشن على الهارت يا جماعه حلو انت جنبه حلو. وتاني اكشن وحش جدا. ركز معايا عشان تفهم معلومه دلوقتي. في دكاتره في الشفوي يحبوا يسالوا السؤال ده. يا ابني قول لي هو النيتريت بيقلل الكاردياك ورك ولا بيزود الكاردياك ورك؟ بيقلل طبعا. يقول لك طب ايه رايك لو قلت لك ان هو بيزود؟ فسرها لي وخد ربع جنيه. تبقى مين؟ بص يا سيدي على الهارت على الهارت. اولا هو بيقلل الكارديا كورك اهو بحليل في والله. يقول لك طب هو اشتغل قلب يعني؟ قوله ليس له اكشن على الهارت. الاكشن ده كله تم من خلال بلاد فيزل صح؟ وانت عارف ده القلب ايه ولا بيقلل ايه؟ بري وايه؟ وافطر مين اكتر يا جماعه بري ولا افطر؟ وبالتالي قلل الكارديا كورك ده اكشن على الهارت. بس هو اكشن اندايركت غير مباشر. خد الثانيه بقى اطمن كورك ده اكشن حلو. لكن الوحش بقى الوحش ده يا ابني اللي كان هيخلينا نشيل نيتريت خلاص من الصدريات. انا النيتريت بيعمل ما تنسى دي فازو دايلاتيشن. ماشي قاعده فازو دايلاتيشن يا لا بيزود دي قال بقى يا راجل ماشي قاعده باروسيتور يا عيال. قال لي يلا لما يعمل فازو دايلاتيشن يحصل ايه؟ قال لي البريفرال ريزيستنس يعني البلاد بريشر قال لي حاجه اسمها بارو يعني البارس اللي بتعمل ريفليكس. الله يكرم اصلا يبقى بص دي ريفليكس تاكي كارديو. طب سؤال حلو دي اكشن حلو ولا اكشن وحش؟ وحش جدا. اللي انت عملته بين اليمين هتضربه الشمال. يعني انت منين ريحت القلب؟ وفي كلمه صغيره كده شجعت القلب ده. انت الكارديو دي تموت المريض. يا جماعه هو المريض اصلا مش محتاج الكلمه دي عشان يروح. تاكي كارديو وريفليكس من الجسم. تقول لي ما الحل بقى؟
ما ينفعش نايتريت لوحده. ما ينفعش نايت اهو ما ينفعش لوحده لازم اضيف معاه ات ات بيتا بلوكر. ده صالح سبلين مشهور جدا في الامتحان. اقول لك بيتا بلوكر ماست يوز ان كومباينيشن وذ نايتريت. مدير السؤال انت عندك مذكره كبيره ايه؟ انت مش هتذاكر خلاص ده المذكره دي انا هريح. بس ذاكر بقى اما اشوف انا همشي وراكم مره كده اشوف بس ذاكر كده انت مش هتكتب حاجه تقول حاسس قاعد اهو بتتفرج على اهو كلام سهل وبسيط اهو بس انت ايه ذاكر بقى سؤال اكس بلين يلا اكتب سؤال اكس بلين بيتا بلوكر ماست يوزد ان كومباينيشن ويز نايتريت لازم بيتا بلوكر مع نايتريت في علاج انجينا يا سيدي يلا عايز حد يقول لي اكس بلين يلا بما تفسر انتوا اكيد بتكتبوا لسه صح؟ مش هشيلوني يعني؟ سؤال تاني بيتا بلوكر ماست يوز ان كومباينيشن ويز نايتريت حد يبدا ابدا منين؟ ابدا من النايتريت الاول يلا قول بقى اقول نايتريت هو يكمل ولا ايه؟ نايتريت لا نايتريت بروديوس فازو دايلاتيشن 100% يبقى تقول لك نايتريت بروديوس فازو دايلاتيشن يعني بلا بريشر يعمل ريفليكس تاكي كاردي لا انت كده نطيت على الجزء ده كده مش يا جدعان حلو يا عم بس بكتبه يبقى تاني يا شباب طبعا الـ 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 يعني في ناس يقول لك انت بنيت الميكانيزم كامل كتر خيرك يعني تقول لي بقى ان هو بيطلع انه تقول لي ده انت جبتها من فيداوس ايوه ماشي يبقى لو عايز يعني بس اهم حاجه تقول له فاز دايلاتيشن يعمل هايبوتنشن ريفلكس تاكي كارديا على طول خلاص بقى احنا كبرنا بقى احنا كبرنا البطلون كلها في الكارديو بقى كبرت ايوه يبقى ريفلكس تاكي كارديا ويتش مين انكريز يا جماعه كارديا كورك تمام تاكي كارديا مين انكريز كارديا كورك تزود اكسجين ايه ديماند عايز اوصل انجينا برضه يبقى تاني هو بيعمل فاز دايلاتيشن يعمل هايبوتنشن يؤدي لريفلكس تاكي كارديا ريفلكس تاكي كارديا دي يا جماعه بتعمل ايه تزود ها كارديا كورك تزود اكسجين ايه اكسجين ديماند تعمل ايه بقى سو الحل بيتا بلوكر عشان كلمه هو عايز تو افويد يا جماعه خليكم واقعيين العيال بتقول ما هو مفتوح كده هيفتح معاك التكرار تبقى مصيبه لا يبقى تكتب سو بيتا بلوكر يوز تو افويد هي دي كلمه هو عايزها تو افويد ريفلكس تاكي كارد ولذلك يا شبابنا واحد لازم يدي نايتريت لازم يدي بيتا بلوكر طبعا عارف تاريخي بتقول لي قدر ما ينفعش يعني يا سيدي ما ينفعش عنده برونكيال ازمه شوف انا فكر معاك اهو نفكر معاك كده اسمع بس معايا قدر ما ينفعش عنده برونكيال ازمه يبقى النايتريت لازم يتاكل لوحده لا في دواء ان شاء الله هنقابله بعد كده اسمه عندك اهو فيرابامين علم عليه فيرابامين ده اكتب عليه حد ما نقابله كالسيوم شانل بلوكر ان شاء الله الحصه الجايه يبقى الحل البديل يا بيه كل حاجه مكتوبه عندك بس علم بس فيرابامين كالسيوم شانل بلوكر تقول لي اهو ده بقى كالسيوم شانل بلوكر بيقفل القلب بدون ما ياثر على المشاكل الثانيه يبقى اذا الحل يا بيه لازم تعطي مع النايتريت يا بيتا بلوكر يا فيرابامين ده مش هتنفع مع بعض قال لك اللي عايز بيتا بلوكر يتكل على الله واللي ما ينفعلوش بيتا بلوكر ياخد فيرابامين بديل خلاص النهارده يا جماعه سهل يبقى الهارت اكشن حلو واكشن وحش نخش على بلا بريشر السؤال بلا بريشر ده بجنيه لا هو انا ما جبتش جنيه النهارده معلش بخمسه جنيه لا لا مش مستاهل كم لو مستاهل ولا كنت عارف بص بس السؤال ركز معايا في السؤال ماشي بص يا سيدي احنا قلنا اول اكشن على بلاد فيزيك خلصناها تاني اكشن على الهارت تالت اكشن على بلاد بريشر مكتوب عندك ايه بقى في الكتاب او المذكره يعني مكتوب ان هو بيقلل السيستوليك اس يعني السيستوليك صح؟ السيستوليك بلاد بريشر اكتر ما قلل الدايستوليك بالرغم ان هو فازو دايلوت تاني ركز الناس تركز لو سمحت السؤال واحنا جايبينها وش اهو مش مكسومين ولا حاجه بيقول لك ان النايتريت على البلاد فيزيك على البلاد بريشر بقى الضغط بيعمل ايه يا سيدي؟ قال لك بيقلل الضغط بس بيقلل السيستوليك اكتر ما بيقلل الدايستوليك هو بيقلل الاثنين سؤال محترم عايزين اجابته هو طبعا الطبيعي ادام بلاد فيزل يبقى دايستو مش فاكر زمان لما قلنا اسال جوه رد عليا السيستوليك كان بيعتمد عليها يا جماعه كارتيك او بوت والدايستوليك بيعتمد عليها يا شباب بريفرنس ريزيستنس
السؤال الكتاب كاتب كده مش هل هو غلطان؟ لا مش غلطان طبعا. هو ليه السيستول قل اكتر من الدياستول؟ ها؟ هارت ريت هيزيد؟ ده قال الكارديو موجود ليه؟ طب انا هسمع راي الناس وكده خالص الدكتور اسمع يا شباب. قال ايه؟ يا جماعة الصوت يا جماعة عشان نسمع ولا دكتور تسلم خلاص هي كده تسلم يا مين في ناس سنتين قال يبقى الكارديو كومبيوتر هيقل خلاص. لا ماليش دعوة انا قلت البلاش انت صح يا بيه اسمع بس السؤال اللازم بتاع القلب ده لازم يبقى دقيق لازم يبقى دقيق ازاي القلب انا مش هقلك انا مش هقلك في الفيلم مش هقلك اللي انت قاعد تكتب ورايا اسمع يا بيه هو النيتريت مينلي ارتيريو ولا فينو فيني ادام فينو ضعيف يبقى بيقلل مين بريلود تقول لي بريلود يعني فينوس ريتير يبقى هو غالبا بيقلل فينوس ريتير تقول لي ايه فينوس ريتير الدم اللي جاي يبقى الدم اللي طالع ايه يبقى تقول له كده لو سمحت لانه مينلي فينو دايليتو يعني قلل فينوس ريتير ولما قلل فينوس ريتير يا جماعه قلل الكاردياك او البوتاوت لما قال الفينوس ريتير قال الكارديو بوت اكتر ما بيقلل بريفرال ريزيستنس لان هو مين فينو وصلت ايه يبقى اذا يا بيه تاني هو السيستول بيعتمد على الكارديو بوت طب سؤال تاني والكارديو بوت معتمد عليه على الفينوس ريتير صح ولا لا هو الدم هيجيب منين يا جدعان الدم هيخرج من القلب ده هيجي منين من الفين وبالتالي عشان يبقى فيه كارديو بوت لازم فيه فينوس ريتير هو غالبا وعلى فكره في كتب قلب كبيره قالت لك ايه فينو سيكتد قالت لك ارتيريو قليل وزيك يبقى هو مين لي فينو دايليتور قال فينوس ريتير اذا يعادل الكارديو بوت عشان كده يا جماعه بيقلل السيستول اكتر ما قال على فكره بيقلل اثنين كان واقعي بيقلل اثنين بس مين اكتر السيستول بيقلل يبقى انت هيسمع بلوبريش بص يا جماعه سبعه اكشن على بلاد فيزل ثلاثه حلوين ثلاثه وحشين واحد ملوش علاقه بالانجايد بتاع هارت فيلر ذاكر كده الاكشن على الهارت واحد حلو واحد وحش وحش ده صم لما يعمل ريفلكس الكارديو ما تعديهاش قول لازم اضيف معاه درجه صوت مع بلاد بريشر بيقلل السيستول والدايستول ولكن مين اكتر؟ بيقلل السيستول اكتر يعني السيستول يعتمد على الكارديو بوت وهو بيقلل فينوس ريتير يقلل الكارديو بوت اكتر ما يعمل فازو دايليتيشن. ناقصك اكشن يا سيدي على حاجه اسمها الريسبيريشن مثلا بيعمل ايه؟ قال لك ريفلكس ستيموليشن اوف اسمعوا يا شباب ريفلكس ستيموليشن اوف ريسبيراتوري سنتر نتيجه التاكي كارديا الموجوده دي ريفلكس ستيموليشن نتيجه التاكي كارديا الموجوده يا شباب ماشي اكشن محترم ولكنه لن يفعل كثيرا يعني هنسمعه اسما بس اللي هو انت قلت لي ان هو بيعمل ايه بيزود سايكليك جي ام بي صح والسايكليك جي ام بي دي كانت بتعمل ايه يا شباب من شويه بتعمل سموث ماسل ريلاكسيشن هو مش الا سموث ماسل بلاد فيزل بس هو ده اساس بس في سموث ماسل في برونكاي جي اي تي بلادر يوترس ده كله بيحصل فيه ريلاكسيشن فهو اكشن ايه سبازموليتيك او بيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسل بتاع البرونكاي والجي اي تي والبلادر واليوترس مش هتزعلهم ماشي اذا يا جماعه ده الاكشن يبقى انت وانت بتذاكر لو سمحت ورقه وقلم عايز تبقى دكتور كارديو كبير على فكره الكارديو في الامتحان مسيطر قوي يعني بص الامتحان كله بيتقسم كده اوتونوميك كارديو اندوكراين سينس تلاقيه مسيطرين على الامتحان كله وبقايا بقى الامتحان مش نص سنه امتحان الفاينل نص سنه يبقى كله اوتونوميك وكارديو وجنرال اقول امتحان لما اقول امتحان الفارما كله هتلاقي دايما امتحان سؤال اوتونومي سؤال كارديو سؤال سينس سؤال اندوكراين كبار ويقعد يجيب لك السؤال ده طبعا على فكره الدايوريتك الجدول اللي احنا عندنا ده الامتحان القادم ان شاء الله لازم تلاقي سؤالين في الامتحان سؤال في الحاله دايوريتك وسؤال في مباشر طيب يبقى انا كده خلصت الاكشن يا جماعة عادي لا
ايوه ده قصد الميكانيزم بس الفيروس بتاعنا اهم. انا بنعالج مرض اليوز بتاع المرض رقم 1 يبقى اليوز انجينا بيكتوريز. الجميع اسمع معايا يا روت مش تبص الورق ما المفروض كنت اقول انت الناس بتزعل ممكن تقول انت قلت انا وخلاص انجينا انهي نوع ولا انواع لا ما تبصش بقى قول لو واحد عنده انجينا اوف اف انت هيستفيد ايه كارديك وورك لو واحد عنده فازوس باستيك انجينا هيستفيد ايه فازوليتيشن كله معاه طب واحد عنده انستيبل يعني اذا جميع انواع الانجينا شكرا انزل تحت بيستخدم امتى بص يا ابني اسمع دي عشان كده هنتكلم كلام كده حلو شويه دلوقتي مريض انا انت تديله داون نايتريت ده قول له يا بيه في اي وقت ايه في اي وقت انت تعبان دلوقتي خد نايتريت طب مش ناوي تتعب دلوقتي خد نايتريت لا قال لك انا ناوي اتعب بعد شويه بص بقى يقول لك ايه انا هتعب شويه عارف عرفت منين قال لك الواد ابني بيجي من بره طول ما بشوف وشه وما بيذاكرش على طول قال له خلاص سمي لك ده اهو وخد فرصه تتكلم على ولا يهمك والله ما ظبط اسم وازاي يقول لك ايه اثناء اكيوت اتاك اسمع بس الكلمه دي واحد يا جماعه عنده اكيوت اتاك قول له تعالى خد نايتريت اكيوت اتاك بيتاخد فيه واثناء ايميديت بروفلاكس يعني ايميديت بروفلاكس ايميديت بروفلاكس يعني بص دلوقتي انت ناوي تعمل استرس حالا انت راح دلوقتي داخل على المدير بتاعك في الشغل رئيس القسم اللي عندك في الكليه وعارف ان هو طالما بيشوفك بيقعد يروح فانت خايف على نفسك تتعصب ومش هتضرب ولا حاجه يجيب لك انشايت يشيلوك بقى وكل مره كده مش شايف تومي اسم اثناء الاكيوت اتاك اثناء الايميديت بروفلاكس يعني عايز اعمل بروفلاكس فورا بدي المريض دواء يكون رابد ولا سلو؟ رابد اكتم وطبعا سؤال تاني الدواء ده يا جماعه يتاخد اورال ولا صاب لينجوال عشان يبقى ماله لا مش كده بس وكمان سريع الصاب لينجوال اسرع طوله مع الاي في وزيك يا شباب لو واحد دلوقتي اكيوت اتاك واحد عايز يعمل ايميديت بروفلاكس يعني بروفلاكس فورا قول له نعمل خد الدواء رابيد اكتنج هنشوف ان شاء الله الحصه الجايه البريباريشن هتلاقي فيها انواع رابيد بتشتغل بسرعه وفتره تتاك الصاب لينجوال زي تلاقي المريض ايه اقول لك معلومه حلوه بقى لما تكون انت دلوقتي طالب سنه ثالثه وتعلمت مننا في الانجينا كبارما ان احسن دواء اثناء الانجينا اتاك نايتريت ان شاء الله ماليش عامل اقول لك ايه اخرك مرتين والثالثه تت يعني يقول لك دلوقتي جه واحد عنده انجينا البنجال اقول له خد قرص نايتريت تحت اسمه كده في الصيدليه داي نايترا تحت اللسان وانتظر ربع ساعه هي حاج الامر يقول لك لسه ادي له قرص كمان تحت اللسان وانتظر ربع ساعه هي حاج الامر لا لسه قول له انت مش تمام قول له انت لازم تدير مستشفى فورا لان نايتريت رقم 3 ده ممكن يدخلك في سيفير هايبوتنشن تبقى مصيبه فلذلك لا اديله ايه يا جماعه لازم اديله مستشفى حالي الراجل ده داخل في غلطه من القلب فلذلك انت عاكره كده فبيقول لك اثناء الاكيوت اتاك ادي رابيد اكسنج وتاخد صابين او ايميديت بروفلاكس طب انا دلوقتي الدكتور قال لك انا عايز اعمل لون تير بروفلاكس يعني واحد يقول لك انا دلوقتي ما بيجيليش اتاك ولا حاجه انا كويس اخد دواء برده ايوه بس ياخد بقى دواء يشتغل فتره في الجسم ايه اطول ياخد دواء اورال اهو سلو اكت بيسموه ساستند ايه بريز ما عليك بريبريشن هتيجي حصه جالس المهم ان انا دلوقتي يبقى دول سؤال انجينا انهي نوع كل الانواع انهي ستيج كل الستيج اي واحد اسمه انجينا في اي وقت وفي اي مكان تديله نايتريت لا يوجد مانع عارف البيتر لوكر يقول لك لا لازم تعرف النوع الاول هو فين بالظبط لكن نايتريت اي مريض انجينا اي نوع في اي ستيتش ولكن عندك كلمه صم 2015 باذن الله اسمها بريكوشن صح؟ انا لو قعدت اشرح بريكوشن دلوقتي مش تفهمها هجيبها بعد سايد افكت يعني بريكوشن دي كلها لما تيجي سايد افكت هم كام بريكوشن عندك؟ يا حليم ست صم سؤال 2015 سؤال ده جايب انت حاجات كتير ايه البريكوشن عندنا في المنهج كله فيه حوالي 4 5 بريكوشن المنهج كله اول بريكوشن محترمه تقابلنا النايتريت وبيحبها في الامتحان قوي بس عشان افهمها لك معايا عشان افهمها لك لازم اقول سايد افكت بخليها مع سايد افكت بقى يبقى ده اول انديكيشن يا جماعه انجاي قول الثاني يلا يستخدم في مرض اسمه رقم 2 كونجستيف هارت فيلير سؤال احنا جبنا سيت هارت فيلير من شويه عشان اعلم مين؟ بالمونري كونجشن 100% اهي علمها عندك كنت كريس بالمونري كونجشن وطبعا ده وقتها يا جماعه في هارت فيلير عشان ما ياخدش وقت حرام وقتها احنا عندنا مرض كامل اسمه هارت فيلير
اقول لك النيتريت بيستخدم لانه بيقلل البارمال كونديشن، والبارمال كونديشن ده بيعمل فرق في الفيزيولوجي. طب على الرايت سايد ولا الليفت سايد؟ احنا من اول سطر يا شباب ما نلاش، احنا مش هنعتمد على اي ماده ثانيه، احنا هنشرح الارت فيلا بالتفصيل الممل. اسمع بقى، اسمع. يبقى انا دلوقتي يا بيه، يا جماعه بتضحك عليك يا بيه، يا ابني اسمع، بنستفيد من النيتريت في الهارت فيلير فصل الاتصال. الرايت سايد عليه خلاف على فكره بصراحه، يعني بصراحه برضه عشان ايه ابقى امين معاك. طب الرايت سايد دكتور كتابك قال ممنوع، في كتب فارما تانية ما عملتش اي حاجه خالص، لا ممنوع لا، اما بتوع العيال بيقول لك لا بيستخدم عادي. فهقول لك اللي كتابك قاله عشان ده اللي انت هتستخدمه في الامتحان، لكن بامانه في ناس يقول لك لا مش فارقه معايا، ادام هارت فيلر هستفيد ان انا اقلل الكونجيشن. بس هو مين اللي قال البرمونيا كونجيشن؟ وبالتالي هستفيد منه مريض الليفت سايد، مفيش خلاف على كده. طب الرايت كتاب قال ممنوع ليه؟ قال لك الناس اللي عندهم رايت سايد هارت فيلر محتاجين فينس ريتيرن عشان يحصل كونتراكشن في الرايت فينتر فيضخ القلب. انت بتعمل ايه في الفينس ريتيرن يا سيدي؟ بتقلله. يبقى اذا ممكن يقل الكونتراكشن في عضله القلب وهو مش ناقص. يعني بقول لك ايه دلوقتي الرايت فينتر ده كلام كتاب، انا مش بقنعك بيه حاجه لازم تبقى عارفه عشان انت عارف، لكن كاقناع كلينيكال بيقول لك ايه الرايت فينتريكل لما يتجمع فيه الدم كده كويس ساعتها يضغط يحصل ايه؟ يقوم ضاغط على الوول بتاع الرايت فينتريكل يحصل كونتراكشن يقوم ضاغط الدم في البلمونري. حلو قوي. لما انت دلوقتي يا بتقلل فينس ريتين اللي هو جاي فين؟ في السوبيريور والانفيرو فينا كابا، مش ده في الارض في الاتريوم فوق؟ حلو. يبقى ساعتها لما يقل الفينس ريتين هيقل كميه الدم في الرايت فينتريكل، وبالتالي احنا سميناها يقل بريلود صح؟ يبقى ساعتها الكونتراكشن هيقل، وده مش مش ايه مش مش مطلوب في واحد عنده رايت سايد هارت فيلر. المهم يعني لو قال لك في الرايت سايد هارت فيلر كونترا الكتاب قالش حتى نوتيوز، قال لك كونترا انديكيتد. كونترا انديكيتد ايه؟ مكتوب عندك اهو، لان الكونتراكشن شفتها ديبند اون بريلود. يعني ايه بريلود؟ اكتب عليها فينس ايه؟ ريتين. يبقى الكونتراكشن بيعتمد على كميه الدم اللي راجعه، لو انت منعت الدم انه يرجع ممكن ما يحصلش كونتراكشن، يبقى كده الحاله بقت اسوء. وانا مش هقنعك بيها، ما اعمل ايه؟ مش مضطر. ماشي. يبقى واحد انجايت، اثنين كونجستيف هارت فيلر. طيب ثلاثه صم، ده سؤال في الامتحان الواحد، سؤال صغير في الامتحان. هل في نيتريت اي في؟ ايوه بيتعلق اي في انفيوجن يا جماعه. نيتريت اي اسمه نيتروجليسرين اي في انفيوجن، وده بص يا ابني ادام اي في انفيوجن لازم عينيها مركزه، واصعب ثلاث حالات في الطب في البطن او القلب. يعني اشهر ثلاث حالات بيمر عليك في الاستاذ تبقى مرعوب، الراجل ده لو ما اتلحقش كلاسيه ممكن يموت. حاله اسمها اكيوت بالمونري اوديما. عايز اسمع منك دراج قبل كده استجابات في هذا المرض. اسمه ايه؟ اسمه فيروزومايد. ده اللي هو كان دراج اوف تشويس، يقول لك الدراج اللي اسمه هتلاقيه تتعلق في عينيها مركزه اي في، مش يبقى اكيوت بالمونري اوديما. اكيوت مايوكارديال انفاركشن جلطه في القلب. اكيوت ريفراكتوري هارت فيلير. اه برضه. يبقى يا جماعه ثلاث حالات اهم، واحد عنده اكيوت بالمونري دي اصعب ثلاث حالات في القلب. اكيوت بالمونري اوديما دي حاله طوارئ لو ما طلعش بيروح فيها. اكيوت مايوكارديال انفاكشن حاله اسمها اكيوت او ريفراكتوري هارت فيلير بالذات الليفت سايد. طبعا قال لك الحاله دي مش بيتاخد فيها اورال بقى ولا سبرينال اي في انفيوجن. طيب هل في تاني؟ ايوه. تسمع حاجه اسمها قلب مفتوح؟ ايه قلب مفتوح؟ عمليات قلب مفتوح. انت سمعت دلوقتي لو واحد جاله جلطه لا قدر الله وما طلعش هذا المريض بدواء يداوي بالجلطه بيتعمل له قسطره صح؟ القسطره وجدت يا جماعه ان الارتري ده او الشريان ده اتقفل تماما، يقول لك خلاص نشيله. حاجه اسمها كوروناري باي باس. يعني ايه كوروناري باي باس؟ سمعت الكلام ده ولا ما سمعتش في السيرش؟ بيسموها حتى كوروناري باي باس جرافت اللي هي اسمها كابج. يعني ايه؟ يقول لك المريض يا بيه انا مغير شريان. انت هتقول مغير شريان يعني ايه؟ يقول لك انا عامل قلب مفتوح فاتحين ومغير شريان. طبعا اثناء عمليه القلب المفتوح انا عايز الكوروناري كلها تكون شغاله، ولذلك انا مش عايزك تعرف يعني ايه قلب مفتوح. عايز تعرف بس النتيجه بتستخدم ايه؟ اثناء ديورنج ايه؟ ها؟ انت عندك ديورنج ايه؟ كوروناري ايه؟ باي باس سيرجري.
اسمها عمليه قلب المفتوح او تغيير شرايين الكورونا. يبقى اثناء الكورونري باي باس ممكن ادي نايتريت علشان اخلي الكورونري مفتوح اثناء الجراحه. ثم الثالثه يا جماعه بدي في واحد نون كاردياك اوبريشن. يعني نون كاردياك اوبريشن حاجه ورا القلب، يعني واحد واثنين وثلاثه واربعه في القلب. قال لك ممكن اتكلم عن ورا القلب. اذا دلوقتي اثناء جراحه ورا القلب وعايز ضغط منخفض بس المزاج عليه مزاج، اقول لك معلومه ان شاء الله في النايتريت. فاكر النايتريت ده بيشتغل لحظات ثواني كده، النايتريت ده بيشتغل في الجسم معانا لحظات مش بيقعد فتره طويله. فبقول لك انا علقت على محلول اهو شغال محلول يبقى الضغط بينخفض. طب انا دلوقتي عايز اظبط الضغط، عايز الضغط يعلى تاني، واقف محلول يعلى الضغط على طول. وبالتالي بيقول لك ان هو اثناء ايه؟ تعمل تو كنترول او تو بروديوس كنترول هايبوتنشن اثناء نون كاردياك سيرجري. اي جراحه محتاج فيها الضغط يبقى منخفض. سؤال صحيح صغير، هو انت محتاج الضغط منخفض ليه اثناء الجراحه؟ اي جراحه؟ مش عشان نزيف، مش عشان نزيف. قلت لك علي نصريت يا ابني بيظبط الضغط زي ما انا عايز، عايز اقلل الضغط بالمحلول اعليه ارجع تاني عليه اوقف المحلول. فاذا بس في الفارما عندنا او في القلب كده ثلاثه انديكيشن صم. لما اقول لك قول لي متى نلجا لنيتروجليسرين اي في انفيوجن، قول لي ثلاث حالات صم وثلاثه اكثر ثلاث حالات طوارئ في القلب. واحد يلا ردوا عليا. اكيوت بالمونري اوديم، اكيوت اكيوت هارت اسمها ريفراكتور هارت، ثم كاردي كورونري باي باس سيرجن اثناء جراحه قلب مفتوح، وتو كورونديوس كنترول باي بوتنشال في اي عمليه جراحيه، وثلاثه سي 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 كلهم مالهمش لازمه، كلهم حاجات هزار. سي يعني الكوليك، عارفين الكوليك؟ سؤال صغير بس تاني في الكوليك يا جماعه. ريلاكس في الريسبونس ماس يبقى كوليك لانه عشان ايه؟ بيعمل ريلاكس ريسبونس ماس. طب واحد عندها كونتراكشن الكلمه دي اولها للفيم بس. واحد هتولد الكلام ده ولا هتكتبه ولا اي حاجه. واحد هتولد وهي هتولد يا سي حصل ايه؟ اليوترس بدل ما ينجي كده طبيعي انا عامل كده، اليوترس عامل كده. قلب اصله وزي عين. اللي اسمها كونتراكشن رينج اثناء الولاده. واحده بتولد اليوترس قام ايه؟ قفل نص جه على الجنين على البيت او جنين. طبعا الولد ده ممكن يروح فيه يقول لك ادي ليه ما بس ادي نيتريت لو والديه يعني. ريلاكس اليوترس. عايز حد كده يقول لي دراج سيلكتيف على اليوترس يستخدم كيوتراين ريلاكسنت. ريتو ريتو تريت في ولا لا؟ هو مش النهارده ان شاء الله في امتحان اوتونوميك ولا ايه؟ والله اللي ما يمتحن هو حر النهارده بسبب ريتو تريت رحمه الله. طب افرض ينفع نتكلم نايتريت ينفع اثناء الكونتاكت شريك عشان يعمل ريلاكس اليوترس. اخر انديكيشنز على فكره اسمه ايه؟ اسمه صانات بوزي ومش مكتوب نايتريت، مكتوب ايه من قوسين؟ ركز في الكلمه علم عليه. مش نايتريت يا جماعه. نايترايت. تقول لي هو في نايترايت؟ اه بس ده اكتر ريسبريشن. المهم دي قضيه كبيره مش وقتها حرام دلوقتي، مش تبعنا دلوقتي. نايترايت. اخر حاجه حصلت النهارده السايد افكت همت اتجوزت عمو امين جابت عيل عنده كانسر. لا 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 بالعربي بالعربي بالانجليزي مش طوانيش زائد في ايه في الاول؟ امين عمو هي اهو امين جابوا حاجه اسمها نتروز امين. لا لا نتروز امين ده كان سنجل يا دني انت صار شفتها كده اي كلام يعني هقول بصراحه بقول لك النيتريت يا ابني همك لما يتعب مع امين يجيبوا نتروز امين. نتروز امين ده ماده كارسينوجين. انا صار فيك ده محترم يا عم ما يمرتوش خليك بقى في الاخت همك بقى. همك كلفت ما شاء الله كام عيل؟ ثلاثة اثنين اثنين سبعة. ثلاثة بحرف الاتش، اثنين بحرف الام، واثنين بحرف التي. وكل واحد فيهم سايد افكت علامة علامة. أول ثلاثة سايد افكت بحرف الاتش كلهم سهلين جدا. أول حاجة هيدك. يلا عبرني ليه؟ أيوة جمع بقى يا جماعة الأكشن ولا تراجع العادي. هيدك ومعاه أخوات بيسموها كده هيدك وأخوات. هيدك طبعا ده جود ساين وهتنساه تقول لي امال سايد افكت ايه؟ ايوه هو المريض هيبقى زعلان يبقى هيدك ومعانا فلاشنج. فاكرين فلاشنج؟ ليه؟
فاز اشارت كيبل بعد كده اي او بي بي زي تقول لي ده دور تبع ايه الاكشن وحش على الابلاد بيز اللي هم ثلاثه من ثلاث سطر واحد على فكره في الامتحان ما تقسموها ليش هو سطر واحد يبقى اذا هيك فلاشنج اي او بي بي زي ده كله فاز دايلاتيشن اتش الثانيه في هايبو وفي هايبر يا دكتور هايبو تنشن صح ولا لا هايبو تنشن ده يا جماعه قد يكون بسبب الفازو دايلاتيشن ونقص الفينس ريدير وعلى فكره دي مصيبه الواد ممكن يحصل له سينكوب سينكوب يعني يغمى عليه طبعا فاكر زمان لما اخذنا في الفارما فيرست دوز هايبو تنشن ولا لا خدناه مع دواء اسمه ايه؟ رازوسين وهاو تو افويد انت فاكر وقت ايه؟ النوم وانت بجرعه يبقى 100 لذلك يا جماعه سينكوب دي ما طبعا واحد يقول لي ايه يعني بيغمى عليه؟ يا حبيبي لما يغمى عليه هو راجل عنده انجينا وعجوز كده ويقع على قدره خبط في الارض يحصل له نزيف المخ انا هزر قول له يا حاج لو سمحت لو سمحت الدواء التاكل انت قاعد مش انت بس انت قاعد بالذات اول جرعات يقول لك لا يا دكتور اسمع على كده بقى لك بريكوشن وانت شويه بقى قول له الدواء لازم تبقى قاعد سيب دواء ليه يا دكتور؟ قال له علشان ما يحصلش بوتشر وتشرب كده فاز دايليتيشن وكمان سينكوب نتيجه نقص الفينس الدين يبقى دي معلومه ايه؟ اقول له يبقى دي كده اول بريكوشن عندك تحكي عليه اول بريكوشن يعني اول احتياط اقول للمريض لو سمحت يا عم المريض الدواء لازم تاخده وانت سيت سيت داون يعني عشان ما تفهمش غلط وانت قاعد قال لك يا ليه طبعا انا ما ينفعش اخد دواء مش هروح الشغل اقول له لا خد دواء شويه لحد ايه اهو اول بريكوشن يعني معايا عندك يلا اتعب معايا هات اول بريكوشن بيشن ماست سيت تو افويد يا جماعه. انتوا ايه؟ افويد مش عارف ايش عند سنكوب. وطبعا يا جماعه دي تبقى مشكله ممكن ده مريض في مصيبه اقول له لو سمحت اثناء ما اخد الدواء بالذات الدواء اللي بيشتغل بسرعه ده الدواء اللي بيشتغل رابد اكتف. لازم اخده وانا قاعد شويه وبعد شويه يا سيدي ابتدي اتحرك براحتك. ماشي. مش بس يبقى ده سايد افكت اسمه هايبوتنشن عمل سنكوب. انا تقريبا. ارجع معايا السايد افكت. الكلام ده في اول مره. خلاص يا عم حضرتك. سامع. ايه يا اسطى؟ لا 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 هو دلوقتي قاعد اسمع بس قدر لا المريض نفسه ضايع خالص لقيت المريض يا جماعه ضغطه منخفض جدا وقلق مني وايه؟ وبدا يغمى عليه اقول له طب مش فيه تحت لسان؟ يبقى تخلص منه زي جيت منه باي ايه؟ يا اما ان انت جيت ممكن انت تعمله تحطه في بره يا اما بلعه تقول يا بلعه؟ لما تبلعه مش هيمتص كويس زي ما حصل له فيرست باس ايه؟ يبقى جيت اوف باي سبيتنج سبيتنج صح؟ سبيتنج يعني ايه؟ تقفل يا اما ايه بقى تبلع لو الجرعه زايده يعني لو انت حاسس المريض بيقع منك وبيدور يا نهار ابيض يبقى على طول ها؟ يا اما ابلع مدي ده فوق هاي ايوه ايه مشكلة؟ هايبر سنسيتيفيتي ركز معايا يا عم تكتب يا عم هايبر سنسيتيفيتي يا جماعه مش كاتب حاجه على فكره مرتبهم لك ايه اللي تسمع هايبر سنسيتيفيتي هايبر سنسيتيفيتي ده اليرجيك رياكشن اليرجيك رياكشن بيحصل بسبب الدواء اي دواء في الفرد ممكن يعمل اليرجيك رياكشن خلاص يبقى ايه ده هيدك هايبو هايب هيدك هايبو تنشن هايبر سنسيتيفيتي خش على الاثنين يلا الام رقم 4 دي اكتب عليها صم مايوكارديال صم انفاركشن يا نهار ابيض ما اتفقناش على كده هو انا تعمل جلطه لا كمل الجمله لو سمحت لو انت مش هتكمل الجمله ما تقولهاش افطر هو بيعمل جلطه حسب طب انت تعالى قلت له كده انت حافظ مش فاهم حاجه تقول له 3 اتش 2 ام اقول لك 2 ام وليه مار اقول لك يا نهار ابيض ام اي لو تيجي يعمل ام اي وما بيدي لي ايه لا اف عيب عليك ام اي اف كلام جد ام اي اف صادم ستوب الله وده درج رقم كام كده؟ 5 ما تقوليش 5 4 دوم عدي بقى جمع هنجمع اكتب يا ابني اكتب عندك المذكره كلها فاضيه اكتب يا حسين دراج على فكره ان شاء الله لما اخلص الكارديو باذن الله ليك 4 ورقات عندي الكارديو كله خلاص 4 ورقات لما خلاص على طول ليك 4 ورقات وجاهزين بفلوس بفلوس ولا ببلاش؟ ماشي ومصروف طبعا بفلوس لا خلاص شابتر اسمع بس اكتب يا سيدي استناهم الاربع دراجز نوت ستوب سادنلي ان فارما لحد دلوقتي دراجز نوت ستوب سادنلي ان فارما كل ده بلوكر اول واحد بترتيب المنهج يا دكاتره يلا واكتب جنبه تو افويد
ها ريباوند هاي بوتنشال اظبط الاداء طيب واحد نور ادرينالين تو افويد ريباوند هاي بوتنشال جدعان رقم 2 بالترتيب ماشي عادي رغم انهم يهدوش بس دوبامين تو افويد ريباوند هاي بوتنشال برضه رقم 3 الكينج الكبير جدول بيتا بلوكر تو افويد اب ايه اب ريجوليشن الجدول الصغير اللي وراه كلوريدين صح يبقى رقم 4 كلوريدين تو افويد ريباوند هايبرتنشن النهارده درجه رقم 5 نايتريت تو افويد ام ار ركز في دي قوي صم بقى يبقى 5 نايتريت تو افويد مايوكارديال انفاركشن بص على السبورت عارف هنا اللي بيدمن نايتريت مين مش المريض اللي بيدمن نايتريت الكورونري كورونري مبسوط قوي يقول لك الله الدواء عامل فازوريليتيشن فاللي ادمن يقول لك كده والله في ناس يسموها كده كورونري ديبندنس اللي ادمن الدواء النايتريت يعني الكورونري شخصيا ولذلك لو انت عملت يا شبابنا صادن ستوب للنايتريت يحصل ريباوند فاز وايه يبقى ساعتها مش هيخش في انجاينا بقى هيخش في غلطه في القلب ولذلك هذا بريكوشن ايه بسرعه تلاقي بريكوشن نيفر ستوب ها صاد اللي طبعا مش عارف غلط كام عندك كام كام الاخير غلط اكتب عليه 3 هنا اللي يحفظ بريكوشن حفظ اعمى لو افزع يقع لازم البريكوشن تيجي في الصاد فين يبقى هنا رقم 3 اقول بريكوشن رقم 3 نيفر ستوب صاد اللي طيب خلصنا قربنا اهو كام زلمه ام اي خلاص بس ام اي في يا جماعه اللي اقول لي ام اي هبقى بعد كده كلمة هنقابلها إن شاء الله بعد كده اسمها ميت هيموجلوبينيمي سؤال صغير على السريع كده ثم ديك هو الهيموجلوبين بتاعنا فيه حديد في الراس ولا في الرجل؟ حديد في الراس ولا في الرجل؟ ثنائي عشان يشيل ايه؟ عارف ميت هيموجلوبين يعني ايه؟ الهيموجلوبين فيه في الرجل في الرجل يعني كان تجاري ايه؟ بس بأمانة بأمانة النيتريت بريء اللي بيعمل كده نيتريت عليه عليه نيتريت الوحش نايترايت ده يا جماعه انت عارف هو عارف النايترايت عامل زي ايه عافي عامل جاي عافي يقول لك النايترايت جاي انا جاي معاك يا ابني انت مش تبعنا تيجي معانا فين يقول لك ما ايوه انا جاي معاكم وخلاص يا ابني حالا انت احنا عايزين نايترايت فقط هو اللي بيستعمل نايترايت جاي عافيه كاستراكشن هو اللي بيعمل مشاكل بميت هيموجلوبينيميا نايترايت وسيبها بعد كده تي سم توليرانس سؤال صغير بقى فاكر الميكانيزم بتاع النايترايت اول صفر اول كلمه قلنا الميكانيزم ده انا شكله اعتمد على ايه؟ انزيم اسمه يا جماعه؟ جلوتا سيول ترانسفير اللي هو اس اتش كونتيننج ايه؟ جروب لو المريض طبعا المريض في مصر انت عارف بيصدق لاقي حاجه تريحه يقول لك ايه على طول ويقول ما هو قاعد صبيبا يقول لك انا بدي شويه صبيبا يا حاج ما ينفعش على طول كده يقول لك والله يا ابني الدواء بيريح ما هو يا حاج بعد شويه يحصل لك طول الاسئله كمان في الكلام بيحصل كلمه مهمه اسمها ديبليشن للجلوتاسيون او الاس اتش كونتيننج انزايم الاس اتش يا جماعه هو النيتريت له لازمه؟ لا مين اللي بيخلي له لازمه؟ الانزيم اللي اسمه اس اتش جروب او جلوتاسيون ترانسفيرز قلت لك يا جماعه لما يحصل بقى ديبليشن اوف جلوتاسيون او حاجه اسمها اس اتش كونتيننج انزايم ساعتها الدراج النيتريت يفقد اكشنه تماما ولذلك نقول له يبقى بريكوشن رقم 2 نكتب رقم 2 بريكوشن طب يا حاج لو سمحت الدواء بيتاخد كل 8 ساعات او كل 12 ساعه اهو بيجوش عندك رقم 2 بيقول لك ايه بيجوش رقم 2 اديني 8 اور فري 8 ساعات راحه بين الجرعه والجرعه يعني انت خدت دلوقتي دواء ما ينفعش كل شويه بقى ايه عمال ابطال ليه الدواء عشان يشتغل محتاجين انزيم تنشطه وزيك في 8 اورز فري بين دوز انترفل بعد ان سبق ده بريكوشن يبقى كده معناه ده بريكوشن مع الصبور اهو دي الثالثه تاكي كارديا اهو دي بقى هقفل بقى الحصه يا جماعه واقول لك معلومه النهارده بقى والغريب عندكم قلب يا امتياز حتى امتياز حتى يعني راجل ممارس عام في كومباينيشن ممنوع في العالم كله خاصه في مصر ليه؟ في مصر ليه عندنا رفاهيه الناس تسمع عن ده اسمه فياجرا طبعا لا فياجرا ايه؟ دلوقتي ما بقاش في الصيدليه من بره يا راجل مبروك كده كده يعني ايوه افتكرت المهم الفياجرا اسمه سيلدينافيل فكره سيلدينافيل ده عليه فياجرا سيلدينافيل مش مكتوب لا مكتوب
ياكل ويكتب بقى في الاسم والله بيتزا يا دكتور ايه حد كده ازاي انسى الكوشة يا دكتور طبعا مكتوب يا جماعه تاكي كارديا ريفلكس وبعدين طبعا وبعدين اول بس التكارده دي توقفيه التكارده تعمل ايه ادي معايا بيتر لوكر صح ولا لا ارجع لي انت بقى على صاحب بريكوشن بريكوشن لو سمحت بريكوشن انا طبعا توقفيه التكارده ادي معايا بيتر لوكر ارجع لي بقى على بريكوشن لو سمحت كده اوعى اهي النمبر ايه النمبر كام جيم رقم 6 اكتب على رقم 6 نيفر كومباين نايتريت مع سيل دينافيزيا ده في درس من الصيدليه فياجرا طبعا على فكره اقول لك حاجه والله ما هزار انا شفت حاله زي كده كان استاذ شيست استاذ صدر استاذ دكتور يعني صدر المهم ايه خد الدواء ده وعد الدواء ده دكتور السعيد يعني جاله جلطه استاذ صدر بقى اه طبعا مش هفتح حد احنا اصلا ما تعرفوش المهم ايه الدكتور ده بيقول لك يا كلام الكتب ده ملوش لازمه ان هو ضد العلم قال لك يا عم الكلام ده خد الجدر وفي نفس اليوم اللي كان واخد فيه نايتريت بتاع القلب الراجل ده والله ما والله ما هزر الراجل ده هو جالنا على طول بجلطه في القلب مروحه مروحه المهم ايه على طول جاي جلطه والله جلطه في القلب طبعا الكلام ده المفروض هقول للمريض قال لك يا بنت هو انا عايز اخد الدواء الوحش ده اقول له حقك يا حاج حق كل مواطن انه ياخد دواء مفيش مشكله طبعا ولكن والله ما ولكن ايه في اليوم اللي هتاخد فيه سيلدينافيل بطل نايتريت في ناس عايزه دكتور تابو القلب على فكره هقول لك معلومه مفاجاه الفياجرا اصلا بتوع الصيدله لما كانوا بيصنعوه كانوا بيصنعوه للانجاينا السيدرافين ده كان متصنع الانجاينا انجاينا ما بتاكلش عيش في عمو وبيعملوا ايه بس انت حد جربه بريكوشن رقم كام 6 العصب المصري بريكوشن رقم 6 نيفر يوز الكومباينيشن والسيدرافين هيعمل يا جماعه سيفير فاز دايلاتيشن سيفير هايبوتنشن يحصل جلطه في القلب مكتوب عندك مفاجاه وحشه ان في بقى يا دكتور ده مكتوب ممنوع مع البيتا بلوكر وانت لسه هنا بتقول لي ده انا بقول لك جنب بعضيها اهو لو حصل تكرار ادي معاه بيتا ايه؟ اه حلها زي دي بقى حد يحلها وياخد خمسه جنيه انا كده انقذني من المزيد تاني سؤال مكتوب ممنوع مع مين؟ نوفر يوزد ان كومباينيشن ما شلناش حاجه خالص كل حاجه مكتوبه عندي نيفر يوزد ان كومباينيشن والسيلدينافيل او بيتا بلوك وخلي بالك بقى انت هنا في التاكي كارديا هتكتب ايه؟ بيتا بلوكر سيلكتيف فاهمها سيلكتيف حسب البيشنت لا مش حسب البيشنت دكتور حسب السيلكتيف بيتا بلوكر لا هي كلمه واحده قلتها تبقى جدع ممنوع مع انهي بيتا بلوكر يا عيال كلمه واحده الفاز دايليتور يا عيال مش كان في نوع اسمه فاز دايليتور بيتا بلوكر لو اسير او ده مع ده يحصل سيفير هايبوتنشن يحصل ايه؟ يحصل ساعتها تكارد دخل في غلطه ولذلك مش هبيش بيتا بلوكر كلها اكتب عليه عايز حد كده يقول لي مثال لفاز دايليتور بيتا بلوكر لا بيتا لول ماشي غير كارب لول يبقى اذا نكتب عليها بقى فاز دايليتور بيتا بلوكر نبي في لول مش اي بيتا بلوكر عشان امانه بس لو بروبرانول مش ممنوع البيتا بلوكر الممنوعه مع النايتريت فاز دايليتور بيتا بلوكر تو افويد ريفلكس تاكي كارديا كده ماشي يا جماعه خلاص ده بريكوشن واحد عندك اتصال في تجلس يا عم انا فاهم بريكوشن واحد اللي هو ايه اوعى طابل الجرعه ايفر دبل تو لسه ابن شغال يا جماعه لو خدت